البحرين الأكبر ستبقى في تظاهرة دعت لها القوى الثورية في بلدة النويدرات غرب العاصمة المنامة، تخليدا لذكرى شهيد انتفاضة التسعينيات عيسى قنبر، دشن الشعار المناهض لسباقات الفورمولا 1 والمزمع إقامته في أبريل نيسان المقبل بشعار أوقفوا فورمولا الدم. ودعت القوى الثورية المعارضة إلى المشاركة الفاعلة في الزحف الشعبي نحو منطقة السيف التجارية غرب المنامة يوم الجمعة 4 أبريل المقبل بشعار براكين العزة. وشددت على تكثيف وسائل التعبير الرافض لإقامة السباق وتصعيد الحراك الثوري والميداني، والتأكيد على رفض استمرار بقاء الاحتلال السعودي على الأراضي البحرانية. وفي ذات السياق وصل عدد الموقعين على رفض السباق من نواب مجلس العموم البريطاني إلى 29 نائبا، فيما دشنت منظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين حملة على موقع تويتر من المتوقع أن تصل لمليوني مشارك. وتأتي هذه الحملة من المنظمتين بعد تقرير كشف على أن البحرين تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد المعتقلين الصحفيين نسبة لعدد السكان. وقد انضمت منظمة هيومن رايتس ووتش وآيفكس إلى الحملة التي من المرشح مشاركة منظمات أخرى فيها. وتستمر الفعاليات الميدانية الرافضة للسباق في البحرين وخارجها، حيث استمرت الوقفة الاحتجاجية خارج مبنى إدارة السباق في العاصمة البريطانية لندن لليوم 4 على التوالي، والتي ستستمر حتى موعد بدء السباق. إلى ذلك شهدت العديد من المناطق في البحرين يوم أمس تظاهرات رافضة للسباق، كما ندد المتظاهرون بالأحكام العدوانية التي طالت 29 ناشطا قبل يومين والتي تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، مرددين شعارات طالبت بإسقاط النظام والحرية للمعتقلين والقصاص لدماء الشهداء.